السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شباب سنة أولى، أهلا بكم النهاردة مع بعض في فيديو جديد بيتكلم عن الأناتوميكال تيرمينولوجي. الأناتوميكال تيرمينولوجي المقصود بيها أو الترجمة الحرفية للكلمة معناها المصطلحات التشريحية. ببساطة يعني الألفاظ أو الكلمات اللي هتستخدمها وانت بتذاكر أناتومي، وممكن كمان هتفيدك وانت بتذاكر عموما في كلية الطب. طيب عشان ندخل في الموضوع على طول، فهنحط لحضرتك الصورة بتاعت الراجل اللي احنا مغلبينه معانا من الفيديو اللي فات ده، ونقول لحضرتك عايزين نتكلم في ايه. تعال بس افكرك، من الفيديو اللي فات كنا بنقول ان في لاين، اللاين ده ديفايد ذا بادي انتو رايت اند ليفت ايكوال هاف، وكان اللاين ده اسمه ميديان بلين، او كنا سميناه ساجيتال بلين اللي هو الميد لاين. طيب الميديان بلين اللي هو الساجيتال بلين ده لو في ستراكشر، ايه هو الستراكشر ده؟ قد يكون مصل، عضله، قد يكون ارتري يعني شريان، قد يكون فين يعني وريد. كل الكلام ده هكتبه لك في الاخر علشان تحفظه، لان دي كلمات هتستخدمها وانت شغال في عموما في كليه الطب. قد يكون نورف يعني عصب، قد يكون اورجن يعني عضو في الجسم، قد يكون بون يعني عظمه، ايا كان وات ايفر الاستراكشر ده هنرمز له بالرمز ايه مثلا، ده ستراكشر ايه. وفي تاني ستراكشر جنبه، حاجه تانيه جنبه هنرمز لها بالرمز بي. طيب هتيجي تسألني تقول لي ايوه انت عايز تقول ايه؟ لو انا عايز اوصف الحاجتين دول بالنسبة لبعض، مين فيهم اقرب للميد لاين او للميديم بلين او للساجيتال بلين؟ هتقول لي طبعا ايه قريب وبي بعيد كمسافة كقياس. فبنقول ايه؟ الاستراكشر ده ميديال وبي لاترال. شوف يا ابني الكلمتين دول من اكتر الكلمات اللي هتستخدمهم في كلية الطب، كلمة ميديال وكلمة لاترال. كلمة ميديال يعني معناها حاجة قريبة من الساجيتال بلين او من الميديان بلين. تاخد بالك في فرق ما بين كلمة ميديان وكلمة ميديال. كلمة ميديان يعني منتصف الجسم اللي هو خط نص الجسم اللي احنا قلناه في الفيديو اللي فات، لكن كلمة ميديال هو structure near to the median plane. يعني ايه؟ يعني قريب من الميديان بلين. ده لو انا بقول لفظ ايه؟ لفظ ميديال. اما لفظ lateral فهو away from the median plane، يعني بعيد عن الايه؟ الميديان بلين. يبقى انا اول لفظين هستخدمهم لو انا بوصف two structures، واحد قريب وواحد بعيد بالنسبه للميديان بلين او بالنسبه لخط نص الجسم. فبقول لو مثلا اهو تخيل معايا كده الزراير القميص بتاعتي دي هي الميد لاين. لو انا عندي بقى ستراكشر قريب كده وستراكشر بعيد، الاستراكشر القريب ده هقول عليه ميديال والاستراكشر البعيد ده هقول عليه لاترال. فافهم الفرق ما بين كلمه ميديال ولاترال. اذا كلمه ميديال ولاترال بنوصف تو ستراكشرز بالنسبه للميد لاين او بالنسبه للميديم بلين، ودول اول كلمتين هتستخدمهم كتير جدا في الاناتومي. في برضو كلمتين تانيين مهمين. لو انا عندي مثلا ستراكشر سي وستراكشر دي، الاتنين دول بالنسبه لبعض سي فوق ودي تحت. ويمكن انا قايل لك من الفيديو اللي فات ان كلمه فوق يعني superior وكلمة تحت يعني inferior. فبنقول لو انا بقول سي، بقول سي superior to دي، يعني ايه؟ يعني سي فوق دي، لكن ممكن اقول دي inferior يعني ايه؟ تحت بالنسبة لسي. طيب ممكن اقول بدل superior و inferior ممكن اقول كلمة cranial وكلمة caudal. خد بالك كلمة cranial ترجع او خدوها بالنسبة لكلمة كرينيوم، وكلمة كرينيوم اللي هي السكال الجمجمة، فقال لك السكال بتاعتنا بتبقى فوق اللي هي الجمجمة بتاعتنا فوق، فبالتالي كلمة كرينيوم قال لك ايه؟ يعني سكال، فخدنا منها كلمة كرينيال.
اما كلمة كودل دي برضو متاخدة من كلمة كودا، وكلمة كودا دي معناها الذيل عند الحيوانات. طبعا انت عارف الذيل بتاع الحيوانات بيبقى تحت، فعشان كده سموا كرينيال فوق وكودل تحت. خد بالك برضو ممكن اقول لور، سوري ابر يعني فوق، ولور يعني تحت. اذا الثلاث كلمات دول كرينيال وسوبيريور وابر اللي بيساووا لور وانفيريور وكودل، الثلاثة دول معناهم فوق، اما الثلاثة دول معناهم تحت، دول عكس دول. فانا لو هكرر تاني، لو عندي ستراكشر سي وستراكشر دي، ستراكشر سي ده فوق بقول عليه سوبيريور، بقول عليه ابر، بقول عليه كرينيال. ستراكشر دي تحت بقول عليه كودل، بقول عليه لور، بقول عليه انفيريور. طب بالنسبة لستراكشر A و B، لا يا فندم دول كنت بوصفهم بالنسبة قريب وبعيد عن الميد لاين. هل في ألفاظ تانية ممكن نستخدمها في الأناتومي؟ طبعا في ألفاظ تانية. بص يا سيدي، من الألفاظ اللي بنستخدمها كتير جدا في الأناتومي، ويمكن أنا قايلهم لكم برضو في الفيديو اللي فات، حطيت قدامك الصورة دي، ثانية واحدة عدلها بس اهو، حطيت قدامك الصورة دي قبل كده وقلت لك ان لو في حاجة موجودة على نص الجسم الامامي، يعني هنا، بقول عليها anterior، اللي اسمها التاني ventral، اما لو حاجة خلفية بقول عليها posterior، او ممكن اقول dorsal. فكلمة anterior بتساوي ventral يعني أمامي، وكلمة posterior بتساوي dorsal يعني خلفي. يعني لو أنا عندي حاجة موجودة هنا بقول عليها anterior أو ventral، حاجة موجودة ورا بقول عليها posterior أو dorsal. أعتقد الكلام بسيط، أنت ممكن تكون بتقول إيه ده، إيه الكلام البسيط ده؟ معلش، ما هو دي البدايات ودي الألفاظ اللي لازم تتعلمها من الأول، علشان هي دي اللي هتقرأ بيها الأناتومي. برضو في حاجة من الحاجات المهمة عايز حضرتك تعرفها، ايه هي؟ لو انا عندي مثلا structure هنا في الأبر لم، وstructure تاني هنا برضو في الأبر لم، بس في واحد قريب من الترنك وفي واحد طرفي بعيد، شايف بعيد عند الايد تحت عند الصوابع، اللي قريب فوق ده هنكتب بس هنا P ودي عشان نسهل لك، اللي قريب فوق ده بقول عليه بروكسيمال، واللي تحت ده بقول عليه ديستال طرفي. يبقى بروكسيمال ده معناها قريب من الترانك، محوري يعني قريب من محور الجسم، لكن كلمة ديستال دي معناها طرفي في الأطراف تحت خالص، يعني سواء حتى كان في الأبر لم أو كمان في اللور لم. يعني لو أنت مثلا بتوصف حاجة بالنسبة لصوابع رجليك تحت بنسميها ايه؟ بنسميها ديستال، لكن لو حاجة قريبة هنا بنسميها بروكسيمال. وتعالى مثلا اضرب لك مثال برضو علشان افهم حضرتك، لان الكلام ده زي ما قلت لك مهم جدا بالنسبة لنا وهتحتاجه كتير. لو انا جيت حطيت لك الراجل ده كده تاني اهو، وعايز اقول لحضرتك بقى حاجة مهمة عن الكلام اللي انا هقوله ده. بص يا سيدي، المفصل اللي هنا ده مثلا اللي هو مفصل الكتف بنسميه شولدر، اللي هو مفصل الكتف، اما المفصل ده مثلا بنسميه إلبو اللي هو مفصل الكوع، اما المفصل اللي تحت بتاع ايديك واعتقد ده مفهوم، وده بنسميه ريست جوينت. يبقى انا هنا في ثلاث مفاصل كده عايزك تعرفهم، اللي هنا فوق شولدر، اما الكوع ده بنقول عليه البو جوينت، اما هنا بنقول عليه ريست جوينت، مفصل الرزغ يعني. طيب ايوه انا بقول دول ليه؟ اولا بقولهم علشان حضرتك تعرف اسمائهم، هتحتك بيها كتير. الحاجه الثانيه عايز حضرتك تقول لي، او تعالى نجاوب مع بعض، الشولدر جوينت ايه علاقته بالنسبه للالبو جوينت؟
بمعنى عايزين نكون جملة، هل هو بروكزيمال ولا ديستال بالنسبة للإلبو؟ والله يا فندم الشولدر زي ما قلنا هو قريب بالنسبة للترنك، أما الإلبو فهو متطرف عنه أو بعيد شوية، فبالتالي بنقول الشولدر إز بروكسيمال بالنسبة للإلبو. طب افرض عكسنا الجملة، يعني إيه عكسناها؟ يعني قلنا إيه علاقة الإلبو بالنسبة للشولدر؟ تقول لي آه والله يا فندم الإلبو بقى ديستال للشولدر، يعني إيه بقى كلمة ديستال متطرف عن الشولدر؟ يبقى خد بالك دي جملة لازم تكون فاهمها، لأن دي جمل هتحتك بيها وهتكونها لوحدك أو هتقراها في ملازم أو في كتب، لازم تبقى فاهم الشولدر قريب والإلبو بعيد. فأنا لو بقول شولدر إيه علاقته بالإلبو، يبقى الشولدر بروكسيمال تو ذا إلبو، بس ذا إلبو ديستال تو ذا شولدر. طب ما تيجي نفكر الإلبو والريست، يبقى الإلبو بروكسيمال تو ذا ريست، بس ذا ريست إز ديستال تو ذا إلبو. ياريت تكون فهمت الكلمتين دول من الكلمات المهمة برضو واللي هنستخدمها. طيب تعال نفكر مع بعض، هل في ألفاظ تانية محتاجينها وهندرسها في الأناتومي؟ طبعا في ألفاظ تانية، تعال نشوف مع بعض. بص يا سيدي برضو نفس الراجل اللي احنا معذبينه ده، تمام. بص يا فندم احنا قلنا ان جسمك فيه نصين، نص يمين ونص شمال. طيب يا سيدي ماشي مفيش مشكلة، لو عندك حاجة في الناحية اليمين بتوصفها بالنسبة لحاجة في الناحية الشمال. والله لو حاجتين كل حاجة في ناحية، يعني حاجة في اليمين وحاجة في الشمال، بقول عليهم كونترا لاترال. يعني ايه بقى كلمة كونترا لاترال؟ الناحية العكسية عكس بعض، يعني واحد يمين واحد شمال. لكن لو في حاجتين في نفس الناحية بقول عليهم إبسي لاترال. يبقى كلمة إبسي لاترال معناها إن حاجتين بوصفهم بالنسبة لبعض في نفس الإيه؟ في نفس الناحية. يبقى كرر تاني كلمة إبسي لاترال وكلمة كونترا لاترال. كلمة إبسي لاترال حاجتين في ناحية واحدة، يعني الحاجتين في الناحية اليمين مثلا أو الحاجتين في الناحية الشمال مع بعض، فبقول والله الحاجتين دول بالنسبة لبعض هما إبسي لاترال، يعني إيه؟ يعني في ناحية واحدة. لكن لو عندك مثلا حاجة في الشمال وحاجة في اليمين، لا دول عكس بعض، واحد يمين واحد شمال، فبالتالي بقول عليهم كونترا لاترال. طب تعالى فهمها لك، الاتنين أبر لمب بالنسبة لبعض، يعني الطرفين دول بالنسبة لبعض بقول عليهم إيه؟ بقول عليهم كونترا لاترال، يعني ده في ناحية يمين وده في ناحية شمال. لكن لو إيدك اليمين ورجلك اليمين بقول عليهم إبسي لاترال. كرر تاني، لو ايدك اليمين ورجلك اليمين بالنسبة لبعض بقول عليهم ايه؟ ابسي لاتر. لكن لو الاتنين ابر لمب دول مع بعض يبقى بقول عليهم ايه؟ كونترا لاتر. طيب كلمتين سهلين ومفيش فيهم مشكلة، تعالى برضو نقول لك كلمتين من الالفاظ الشائعة جدا جدا واللي هتشتغل بيها كتير. ايه هما الكلمتين عشان تفهمهم؟ اقول لحضرتك تعالى نتخيل مع بعض ان احنا قطعنا مقطع في جلدك او قطعنا مقطع في جسمك في اي مكان ما. اول حاجة هتلاقيها هي ايه؟ هي السكين، اللي هي طبقة الايه؟ طبقة الجلد. كلمة سكين يعني يعني جلد. وجدنا ان الجلد ده تحتيه طبقة دهون. كلمة دهون في الطب، ويمكن دي من الالفاظ او من الحاجات اللي هتستخدم كتير جدا معانا برضو، معناها فاشية، طبقة دهنية. طب جينا نبص شلنا طبقة، يعني احنا اول حاجة شلناها طبقة الايه؟ طبقة السكين. لقينا تحتيها طبقة ايه؟ طبقة دهون سميناها فاشية. لقينا تحتيها طبقة دهون تانية. طب الله، طب الدهون التانية دي سميناها ايه برضو؟ سميناها فاشية. طب انا عايز افرق ما بين الفاشية الاولانية والفاشية التانية. وجدنا ايه بقى؟ وجدنا ان اللي باللون مثلا الاخضر اللي انا بظلل عليها دي بعيد عن الجلد، عميقة تحت. لكن وجدنا ان التانية دي اللي هي دي قريبة من الجلد، سطحية تحت الجلد مباشرة. فعشان كده رحت مسمي الأولانية دي سوبرفيشيال، واللي تحتيها دي سميتها ديب فاشيا. إذا كلمة سوبرفيشيال هكتبها لك اهو بخط كبير،
معناها سطحي يعني قريب من الجلد، عكسها كلمة ديب يعني معناها عميق بعيد عن الجلد مستخبي تحت. يعني مثلا انت مثلا اكيد سمعت في حاجة اسمها جرح سطحي وجرح عميق. كلمة جرح يعني ايه؟ يعني ووند. فلما اقول لك جرح سطحي هيبقى سوبرفيشال ووند، يعني جرح قطع سطحي كده، لكن جرح عميق بقى وقطع العضلات ومش عارف ايه وبتاع، فبنسميه ديب ووند. ودول برضو من الكلمتين اللي هتستخدمهم كتير، اللي هو كلمة سوبرفيشال وديب. يبقى احنا قلنا انتيريور وبوستيريور، امامي وخلفي، سوبيريور وانفيريور، فوق وتحت. ممكن بدل سوبيريور اقول كرينيال، وبدل انفيريور اقول كودال. قلنا كمان ممكن اقول ابر وممكن اقول لور. قلنا كمان ان في ميديال وفي لاترال. كلمه ميديال يعني قريب، وكلمه لاترال يعني بعيد بس بالنسبه للميدلا. لكن كلمه سوبرفيشال وديب اللي قدامك دول قريب وبعيد او سطحي وعميق بالنسبه للايه؟ بالنسبه للجلد. برضو عرفناك كلمه بروكسيمال وكلمه ديستال. ديستال يعني طرفي، وبروكسيمال يعني غير طرفي، قريب من الجسم شويه. برضو عرفناك ان كلمه ميديان بحرف الان يعني في منتصف الجسم. برضو عرفناك ان في حاجه اسمها ايبسي لاترال وكونترا لاترال. ايبسي لاترال نفس الناحيه، وكونترا لاترال الناحيه العكسيه. عايزين برضو نقول لحضرتك كام حاجه كده هتسمع عنهم كتير. ايه هما؟ اولا يعني معلش هي بدائيات بس صدقني بعض الناس ممكن تكون مش عارفاها. اولا يعني ايه كلمه مصل؟ كلمه مصل يعني عضله. ثانيا يعني ايه كلمه بون؟ بون يعني عظم. معلش انت ممكن تلاقي الكلام، بعض الناس تلاقي الكلام بدائي شويه بس صدقني هو ده بعض الناس ممكن تكون مش عارفاه او مش واخده بالها منه. كلمه كارتليج، عشان دي الفاظ هنستخدمها كتير واحنا شغالين، يعني غضروف. كلمه فاشيه يعني الطبقه الايه؟ طبقه الدهون اللي تحت الجلد. طيب في مثلا كلمه ارتري يعني شريان. كلمة فين يعني وريد. كلمة نورف يعني عصب. طيب الحاجات دي كلها لازم تكون عارفها. كلمة جاينت يعني مفصل، ويمكن ده شابتر عندنا قريب هنتكلم فيه، هو شابتر الجوينتس او المفاصل. معلش بقى هحط لك برضو صورة الراجل بتاعنا علشان عايز، او ثواني هحط لك صورة احسن منها كده شوية علشان عايز اوري لك كذا حاجة مهمين. بص يا سيدي، خد بالك ده اسمه ابر لمب. الابر لمب اللي هو الطرف العلوي، واعتقد ده كلام مفهوم مفيش فيه مشكلة. المنطقة دي في الابر لمب اسمها ارم، اللي هي انهي منطقة؟ اللي هي المنطقة دي بقول عليها ايه؟ بقول عليها ارم. اما المنطقة دي بقول عليها فور ارم. اما تحت اليد دي بنقول عليها اعتقد معروفة اسمها ايه؟ اسمها هاند. يبقى انا عندي ارم ثم فور ارم ثم الايه؟ الهاند. طيب في كام مفصل هنا؟ بص يا سيدي، المفصل ده زي ما قلنا اسمه شولدر جوينت. المفصل ده اسمه البو جوينت. اما المفصل ده اسمه ريست جوينت. ده في عجاله كده، طبعا الموضوع اكبر من كده بكتير يا اولاد، بس احنا بس بنقول لك البدائيات، الكلام اللي انت هتسمعه مني قريب او هتشوفه في محاضرات الكليه، فلازم تبقى ايه عارف البدايه دي عشان تبقى كده ايه راكز كده وفاهم وبتاع. يبقى انا النهارده عرفت ان ده اسمه ابر لمب، عرفت ان الابر لمب ده الجزء ده اسمه ارم، الجزء ده اسمه فور ارم، الجزء ده اسمه هاند،
المفصل ده اسمه شولدر، المفصل ده اسمه إلبو جوينت، أما المفصل ده فاسمه ريست جوينت. طب ما تيجي نروح للور لمب. والله يا فندم اللور لمب بقى عندك هنا في ألفاظ تانية، الجزء ده اللي هو منطقة الفخدة دي اسمها ثاي، أما الجزء ده اللي تحت الركبة ده بنسميه لج، أما تحت رجليك هنا فبنسميها فوت. يبقى أنا عندي اللور لمب مقسم إلى كام جزء؟ ثلاثة، ثاي ولج وفوت. بس في نقطة، إن المفصل اللي هنا مفصل الفخد بنقول عليه هيب جوينت، أما مفصل الركبة ده أعتقد معظم الناس عارفاه اسمه ني جوينت، الكي سايلنت لا تنطق، أوعى تقولها كني، اسمه ني جوينت. أما مفصل الكاحل اللي تحت ده فده اسمه أنكل جوينت. برضو دي من الألفاظ الكتير اللي هنستخدمها. يبقى أنا عرفتك بس أجزاء الأبر لمب وأجزاء اللور لمب. برضو من الحاجات اللي عايز حضرتك تعرفها، يعني أعتقد هيبقى كلام بداية بقى دلوقتي خالص، يعني في ناس ممكن إيه تضحك عليا دلوقتي. بص يا سيدي، المنطقة دي طبعا اسمها إيه؟ اسمها هد الراس، أما الرقبة دي هنا فده اسمه نك. فحتى في سنة تالتة إن شاء الله هتدرس جزء كده اسمه هيد أند نك، مش مهم، ده كلام بسيط بدائي جدا يعني. بس في نقطة بقى، منطقة الصدر أو القفص الصدري اللي هو الجزء اللي أنا بعلم عليه ده اسمه إيه؟ اسمه الثوركس، اللي هي المنطقة بتاعت القفص الصدري دي كلها. أما منطقة البطن فاسمها أبدومن، أما منطقة الحوض تحت فهي اسمها بلفس. يبقى في عندنا ثوركس، أبدومن، بلفس، منطقة الصدر اللي هي فيها الهارت واللنج، وبعدين في الأبدومن اللي هو فيه الجهاز الهضمي الجي اي تي أو بنسميه الدايجستيف سيستم، وبعد كده منطقة البلفس اللي فيها الأعضاء التناسلية والكلام من ده بنقول عليها منطقة البلفس أو منطقة الحوض بمعنى صح. معلش هو بعض الألفاظ الخفيفة جدا، بس دي حاجات مهمة أنا بأسسك فيها علشان هتيجي تسمعني في المرات الجاية وأنا بتكلم بقولك مثلا والله الجاينت ده اسمه كذا، البون دي اسمها كذا، الأبر لمب هنشوف فيه كذا، اللور لمب هنشوف فيه كذا، تبقى مدرك بس معايا. ومعلش هي ألفاظ بداية جدا، بس احنا عايزين نأسسك ونطلع بيك ستيب باي ستيب كده عشان نوصلك إن شاء الله لبر الأمان بحكم خبرتنا في الشغل. الحمد لله يعني بقالنا فترة طويلة حوالي 15-17 سنة نقدر نعرف الطالب بيفكر في إيه وعايز ايه في بداية الدراسة، فهي دي الحاجات بتوقف الطلبة. واحد يجي وهو بيذاكر مثلا يلاقي يقابل قدامه كلمة مثلا إلبو جوينت، وهو بصراحة كان مثلا مدارس عربي فعارف، او درسه في المدرسة عارف ان ده مفصل الكوع، او من غير ما يدرسه حتى ما عارف ان ده الكوع، بس كلمة إلبو يقعد ساعتين يفكر ويدور ويخش على جوجل ومش عارف. فاحنا بنأسسها لك من البداية عشان نطلعك ستيب باي ستيب. المهم يا اولاد احنا بقى فدلوقتي خلصنا في الاول حاجه اسمها الاناتوميكال بوزيشنز، بعد كده عملنا حاجه اسمها الاناتوميكال بلينز، بعد كده اتكلمنا في بعض وليس كل المصطلحات التشريحيه اللي هتفيدنا واحده واحده واحنا شغالين. ان شاء الله المره الجايه هنبدا نتكلم بقى في اول شابتر عليك اللي هو شابتر السكين، او تاني شابتر بعد الاجزاء الاولى او البدائيات الاولى دي. طبعا يا اولاد الموضوع الاناتوميكال بوزيشنز والاناتوميكال بلينز والاناتوميكال ترمينولوجي دول هيكونوا موجودين في اول محاضره ليك في الكليه، يعني انت اول محاضره هتنزل هتلاقي الفيديوهات دي هي اللي بتشرح لك في المحاضره، فعشان كده احنا نزلناها من قبلها بحيث ان انت تبقى قاعد في المحاضره كده فاهم وعارف وتقدر تتواصل مع الدكتور باذن الله سبحانه وتعالى اللي هيشرح لك المحاضره. ونشوفكم على خير في الفيديو القادم مع شابتر السكين اند فاشيا، ان شاء الله هننزله لكم برضو قريب جدا حتى قبل ما يتشرح في الكلية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.